الفيديو الأخير على هذا الجزء الأول من المادة هو نرجع مرة ثانية تحويل بين من درجات إلى زمن الآن هنا الآن أو من زمن إلى درجة أو العكس الآن هنا. الآن لو أعطاني على سبيل المثال هاي طبعا كمية معينة اللي هو 126 درجة و 12 ثانية دقيقة قوسية و 12 ثانية قوسية، حولها كلها لمين إلى درجات. ببساطة كيف بدي أعمل حول إلى درجات؟ 126 كما هي تبقى منها، أحط زائد 12 زائد 27. الآن ال 12 ثانية قوسية بقسم على 60 بحول لي إلى درجة، والثانية قوسية بقسمها على 60 ضرب 60 3600 بحول لي إلى درجة. بعدين بحسب هاي القيمة، بحسب القيمة مجموعهم، بحول لي هاي كلها لمين إلى درجة. الآن إذا هذا المثكيف الآن عندي زاوية معطية بدلالة درجات ثانية قوسية والدقيقة قوسية، كيف أحولهم إلى كلها في درجات. مثال آخر الآن هون، الآن لو كان عندي العكس الآن هون عندي هاي طبعا كيف معطيني زاوية بدي أحولها لمين إلى دقيقة زاوية ودقيقة قوسية وثانية قوسية العكس. كل درجة طبعا 60 دقيقة قوسية، وكل ثانية كل واحد دقيقة قوسية 60 ثانية الآن هون الآن قوسية. الآن مرة ثانية 112 بجمع له 0.39 درجة، 112 قلية زي ما هي. الآن ال 0.39 شو بدي أعملها؟ أضربها في 60 الآن هنا بعطيني 23.4 دقيقة قوسية الآن هنا. هذا الجزء ال 0.2 بدي أحوله إلى ثاني قوسية، بضربه في 60 حتى يعطيني طبعا هنا عدد صحيح الآن هون. الآن عدد صحيح، عدد صحيح هون، عدد الآن هون الآن صحيح. وهي كيف طبعا أحول الآن هون إلى من درجات وثواني دقيقة وثانية قوسية إلى كلها درجات. وأشوف إنه هون بهذا المثال كيف حول من ساعة إلى درجة. هنا بسيط الآن هون زي ما شفنا، ببدأ في الآن هون ال 42 ثاني بحولها إلى 60، بجمعه الرقم اللي بعده وهذا بقسمه ثاني على 60 الآن هنا، بعدين بجمعه والثمانية طبعا إلى كل محول كلهم إلى مين، بعدين بضربه إلى بعطيني كله في الساعات الآن هنا. إذا بحول هذول إلى الثواني والدقائق إلى ساعة، من الساعة بعدين بضربه في 15 بعطيني كله كيف تحويل إلى درجة. طبعا ممكن احيانا شخص ممكن نحتاج نستخدم جدول نسبة تناسب نستخدم. الان اخر شيء نشوف الان ما هي وحدات القياس الفلكية. الوحدات تستخدم في عملية حساب الان هون القياسات الان هون الفلكية. طبعا الوحدات القياس الفلكية طبعا احنا نستخدم متر وسنتيمتر، صعب نستخدمه لانه مسافات كبيرة جدا بيعطينا ارقام كبيرة، فحتى نصير السهل اللي استخدم أرقام أبسط شوية نعرف أول شيء وحدة قياس الأولى الوحدة الفلكية اللي أسترونوميكال يونت وحداتها A U لان اللي أسكمو يونت. ما هي الوحدة الفلكية؟ هي معدل المسافة بين مركز الشمس ومركز الأرض، وتساوي تقريبا 150 ضرب 10 قوة 6 كيلو متر. لان هنا طبعا تم قياس هذا معدل الأرض عن الشمس باستخدام طرق منها ظاهرة دوبلر إفكت وإشارات راديوية راديو الآن هون الآن ويفز. الوحدة الثانية تسمى السنة الضوئية، وهي وحدة مسافة. وما هي السنة الضوئية؟ معدل المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة زمنية واحدة. نتخيل الآن عندك الآن هنا الضوء بتصير 3.8 متر في الثانية، كما يقطع مسافة خلال سنة كاملة اللي هو نضرب سرعته في اليوم في ساعة في دقيقة في الثانية بعطينا المقدار 9.45 ضرب 10 قوة 12 كيلو متر السنة الضوئية light year. عندنا الوحدة الثالثة زاوية اختلاف المنظر أو parallax، تعطى رمز الآن هو small p أحيانا capital p. ما هو parallax؟ هي مقدار الزاوية اللي يتغير فيها موقع الظاهري للنجم
بالنسبة إلى موقع النجوم البعيدة الأخرى نتيجة تغير موقع راصد على الأرض أو تغير موقع الأرض عند رانية حول الشمس، وتقاس بالثواني القوسية وتتناسب الزاوية عكسية مع بعض النجوم. راح نرجع لتفصيل أكثر شوية زاوية إخلاف المنظر في الشابتر الأول من كتاب دكتور مشهور، بس أنا راح نتكلم فقط بشكل سريع هاي الأعطال النسبية. الآن نفترض أن هذا هو الشمس وهاي الأرض، الآن هاي الزاوية بي اللي تحدد لي موقع درجة الزاوية، بعرف مين موقع لأن هون الشمس، لأنه الآر لأن هون هاي البعد، لأن هون الآر اللي هي طبعا في الوحدة الفلكية، لأن هون هي شو تساوي 360 60 60 على 2 بيضرب على بي على البارالاكس، البارالاكس هون بالثانية قوسية. أشوف مرة ثانية تفصيل أكثر شوية، أو في بس رقم إنه الآر في الوحدة الفلكية تساوي الشيء 2.0625 على بي، أي بي هي زاوية اختلاف المنظر parallax angle، وتقاس في الوحدة في الثانية لأن هون القوسية. الوحدة الرابعة اللي يسمى الفرسخ الفلكي أو البرسك، واللي هي توماس بي سي. ما الفرسخ الفلكي؟ هي الوحدة القياس الفلكي لأجرام سماوية البعيدة جدا، وهو يمثل المسافة التي يصنع فيها الجرم السماوي زاوية اختلاف منظر مقدار ثاني قوسية واحد. إذا الفرسخ لو كان هاي الزاوية اختلاف المنظر تساوي ثاني قوسية واحدة، هاي المسافة تسمى الفرسخ الفلكي، والفرسخ الفلكي هو يساوي 3.2 سنة ضوئية. هنا في عندي بعض الأمثلة كيف على هاي الأمثلة هاي القوانين. لو كان زاوية اختلاف المنظر هي 1/10 ثانية قوسية، فما بعد نجيب الوحدة الفلكية والسنة الضوئية والفرسخ الفلكي. بالنسبة للسنة الضوئية هاي العلاقة بعوض 20 60 65 على الوحدة الفلكية 0.1، بعطيني هذا البعد بالوحدة الفلكية. بالسنة الضوئية اللي هو بقسم 3.26 على الثانية على طبعا البارالاكس انجل، يعطيني في السنة الضوئية اللي هو بعطيك 3.6 لايت هير. وفي الفرسخ الفلكي انه فقط 1 على الثانية على البارالاكس انجل يعطيني مباشرة فرسخ فلكي 10 فرسخ لانهون فلكي. امثلة اخرى، اذا علمت ان بارالاكس نجم الشعر اليمنية هو 0.39 ثاني قوسي، اوجد بعض نجم الوحدة الفلكية والسنة الضوئية فرسخ فلكي. نفس المثال الاول لكن بتعوض بدل هنا طبعا زاوية اختلاف المنظر، بدل هنا كان عندي 1/10 هي 39%. الآن ما هو السؤال بعدين، ما هو الزمن اللازم بالسنين الضوئية إلى ما جرت المرأة المسلسلة الأندروميديا التي تبعد عنا مليوني سنة ضوئية إذا صرنا بسرعة 0.01 من سرعة الضوء؟ أعطاني كم السرعة الآن هنا والزمن، بحسب المسافة اللي هاي طبعا المرأة المسلسلة الآن هنا الآن، وبالتالي بحسب ما هو مقدار الآن هون الآن الزمن. طبعا بس بدي أعرف ما هو موقعها، الزمن لازم يصير ضوئية إلا مجرد إلى مجرد المرأة المسلسلة الآن هنا التبعد عنها مليون سنة ضوئية. البعد معطيني الآن سنة ضوئية، معطيني البعد عن السنة الضوئية، إذا أعطاني الآن هون البعد وأعطاني السرعة شو بدي، ما هو مقدار الآن هون الآن الزمن الآن هون. إذا هاي الأشياء اللي مطلوبة منكم في هذا الجزء من هذا الآن هون هاي المادة. بعدين راح نبدأ في الشابت في الكتاب الدكتور مشهور اللي هو الآن عن الآن هون النجوم الآن هون. أتوقع هاي جزء منكم اللي درس مادة الفلك الاختياري جامعة، أتوقع هنا بيأخذوا هاي الأشياء كمتفاصيل الآن هون الآن أكثر.